هل يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ من المصحف المسجل على جهاز الكمبيوتر؟ لا بأس، تقرأ القرآن سواء من المصحف أو من اللوح، إذا كان مكتوب على لوح أو مكتوب على أوراق أو في الجهاز، إذا ظهرت الكتابة الصحيحة للقرآن فلا بأس أنه تقرأ القرآن من أي مكان تجده مكتوبا فيه كتابة صحيحة. نعم.